في اول الفيلم بيخرج قفص حديد من تحت الارض لفوق، بس كان موجود جواه شاب. الغريب ان الشاب ده ما كانش فاكر اي حاجه خالص ولا حتى اسمه، واول ما بيوصل لفوق بيلاقي مجموعه شباب وبياخد باله انهم موجودين جوا مكان محاصرين بجدران عاليه جدا من جميع الاتجاهات، والمكان ده كان عباره عن متاهه ضخمه جدا. في النص موجود مكان بيخرج منه القفص الحديد واللي بيكون موجود فيه اكل كل شهر، وكمان موجود فيه شاب جديد. بيكون الشاب جاي جديد ومش فاكر اي حاجه، حتى كل الموجودين دول مش فاكرين اي حاجه خالص غير اسمهم بس، ومش عارفين مين اللي جابهم هنا ولا حتى ازاي. وده كان ألبي اللي عرفوه على كل حاجه، وكان هو القائد علشان ده يعتبر اول واحد وصل المكان من 3 سنين. وبعدها الشاب ده بيفتكر اسمه واللي بيبقى توماس، ومن ضمن الناس دي كان في مجموعه اسمهم مجموعه الراقدين، ودول يعتبروا الوحيدين اللي بيكون مسموح ليهم يدخلوا جوه المتاهه علشان يدوروا على اي مكان يخرجوا منه، وده بيحصل من 3 سنين، بس لازم يرجعوا قبل ما الباب يقفل على اخر النهار علشان لو حد حبس جوه مش هيبان له اثر تاني، وده بسبب ان في كائنات مرعبه جدا وخطيره موجوده جوه المتاهه دي، واسم الوحوش دي هو الهاما، والوحش ده لو لدغ اي حد بيحوله لشرير، وعلى طول الشخص المصاب بيفتكر كل حاجه، بيفتكر هو جاي منين ومين اللي حطه هنا، بس في نفس الوقت بيكون لازم عليهم ينفوه من المتاهه علشان بيكون خطر جدا. بيدخل قلبي للمتاهه اول ما بتفتح الصبح هو ومينو، بس المشكله انهم اتاخروا جامد جدا، وبعدين بيلاقوهم راجعين، بس قلبي كان مصاب بلدغه وحش، وده كان غريب بالنسبه لهم لان المخلوقات دي مش بتظهر غير بالليل، ازاي يظهر بالنهار؟ وهنا بداوا يحسوا ان في حاجه غريبه بتحصل علشان المخلوقات دي ما كانتش بتظهر غير بالليل. وهنا كان خلاص الوقت اللي هيقفل فيه الباب، وقبل ما يقفل الباب بيدخل توماس بسرعه علشان يساعد قلبي ومينو، بس في الاخر بيتحبسوا هما الثلاثه في المتاهه، وبكده بقوا متعرضين للقتل في اي وقت. وبعدها بياخدوا قلبي وبيحاولوا انهم يلاقوا مكان يستخبوا فيه طول الليل، بس المشكله ان في وحش ظهر قدامهم، فتوماس بيقرر يعلق قلبي في مكان بعيد وعالي عن الوحش ده، بس المشكله ان مينو بيهرب بسرعه. بيبدا الوحش يطارد توماس لفتره طويله لحد ما بيظهر مينو وبيبدا ينادي عليه، بس توماس كان عنده خطه في دماغه وهو انه يزنق الوحش ده ما بين الجدران لما بتتغير المتاهه، علشان المتاهه دي بتتغير كل ليله وبتغير الممرات، وفي الصبح بيقدروا انهم ينجوا من المتاهه دي، بس توماس بيرجع لها تاني مع مجموعه من الشباب وبيروح لعند الوحش الميت علشان عايزين يعرفوا هما بيتعاملوا معاه ايه. ولما وصلوا عنده اكتشفوا جهاز غريب موجود جوه الوحش ده، بيظهر بقى القفص الحديد من تاني على غير العاده علشان كان بيظهر في اخر كل شهر، وبيكون موجود جواه اكل وعضو جديد، بس المره دي في بنت موجوده جوه القفص ده واللي يبقى اسمها تريسا، والغريب انها بتنادي باسم توماس، والمفروض ان اي حد بيجي هنا مش بيكون فاكر اي حاجه خالص. تاني يوم بيقرر توماس ومينو انهم يرجعوا للمتاهه من تاني ومعاهم الجهاز الغريب على امل انهم يلاقوا مخرج، ويتفاجئ مينو اللي كان حافظ كل شبر موجود في المتاهه دي على مدار ال3 سنين اللي فاتوا ان في مكان جديد اول مره يشوفه ظهر قدامه. بعدها بيبدا الجهاز يصفر ويدلهم على مكان، والواضح ان هو كان المخرج، بس فجاه بيظهر نور احمر وبيبدا المكان يقفل، وعلى اخر لحظه قدر توماس ومينو انهم يهربوا، ويتفاجئوا بعدها الشباب ان بوابه المتاهه ما قفلتش المره دي بالليل، ودي اول مره تحصل، وعلى عكس كده 3 بوابات تانيين اتفتحوا وبدات تخرج الوحوش دي بالليل وكمان تهجم عليهم لحد ما اخذوا قلبي. وهنا توماس بيطعن نفسه بابره الوحش ده علشان يفتكر كل حاجه، فبيكتشف ان هم موجودين في المكان ده كتجربه وان في ناس بيتحكموا في المكان من ورا الشاشه، ده غير انه بيكتشف كمان ان هو وتريسا من ضمن الناس دول وان هو كان ليه دور كبير في اللي بيحصل ده. وهنا الشباب لما بيعرفوا كده جالي بيأمر ان توماس يتحبس جوه الحفره. في اللحظه دي توماس بيخطط هو والشباب انهم ينقلبوا عليه علشان يحاولوا اخر محاوله للنجاه من المكان ده، وهنا بيحطوا بقيه الشباب قدام الامر الواقع، اللي عايز يجي معاهم يجي واللي عايز يخليه مع جالي يخليه، اهو على الاقل بيحاولوا يهربوا احسن ما يفضلوا مستنيين الوحوش دي لما تيجي تقضي عليهم بالليل. لما دخل الشباب المتاهه بيلاقوا ان في وحش موجود في طريقهم، ولما حاولوا انهم يوقعوه من الممر بيكتشفوا ان في غيره جاي كتير، فكان لازم انهم يجروا بسرعه. في نفس الوقت كان في مجموعه بتحاول انها تعطل الوحوش دي لحد ما تريسا وتشاك يفتحوا باسبورد الباب، والباب بيفتح والحجاره بتبدا تقع على الوحوش دي، ولما بيعدي الشباب من المخرج بيلاقوا نفسهم موجودين جوه نفق طويل، وبيمشوا لحد ما بيوصلوا معمل وكان موجود فيه تسجيل فيديو. التسجيل ده كان فيه 6 عماله بتقول لهم ان العالم اتدمر وان في فيروس اجتاح البشر، بس انتوا الجيل الجديد والامل الوحيد، وبعدين بتنتحر قدامهم في الفيديو. بعدها بيظهر جالي من تاني وكان معاه مسدس، وكان واضح قوي عليه انه ناوي على شر، وهنا وجه المسدس ناحيه توماس، بس مينو بيرمي الرمح عليه بسرعه وبيقتله على طول، بس للاسف الرصاصه جت في تشاك. بعدها بيوصل مجموعه جنود للمكان وبينقلهم في طياره وبيشوفوا المتاهه الضخمه دي من فوق لاول مره. هنا بقى بيظهر مكتب متجمع فيه مجموعه
من الناس من ضمنهم الست اللي كانت انتحرت في تسجيل الفيديو كانت لسه عايشة، وبتقول انهم نجحوا في اول مرحلة وانهم كده جاهزين للمرحلة التانية. دي كانت نهاية الجزء الاول من الفيلم ده. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس على اختيار الكل علشان تجيلك كل التنبيهات اول ما نزل فيديو جديد. وبس كده، سلام.